بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة معانا أخبار مهمة جدا، أيضا عندنا إطلالة على النتائج الأوروبية غير كل الأخبار المحلية دايما في حصاد النادي الأهلي. ولكن أبدأ معاكم بزيارة وندوة المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لفرع الشيخ زايد وندوته اللي أقيمها اليوم. الصراحة مهندس محمود طاهر، الفكرة بتاعت إقامة هذه الندوة هي شرح لائحة النادي الأهلي الجديدة على كل أعضاء الجمعية العمومية، حتى يكون لكل أعضاء الجمعية العمومية كل الوعي التام بما تنص عليه اللائحة. وإذا كان البعض لم يقرأ هذه اللائحة وعنده بعض الاعتراضات أو بعض الاستفسارات عنها، كل شيء بيتم شرحه من جانب رئيس مجلس الإدارة بنفسه لأعضاء الجمعية العمومية. المهندس محمود طاهر أكد في هذه الندوة أن ما يردده البعض محاولين تشكيك في المجلس الحالي بإعداد لائحة نظام أساسي للنادي لإقصاء بعض الأشخاص من الانتخابات المقبلة هو أمر عار تماما من الصحة، ولا يجب أن تتم تداوله دون أي أدلة مثبتة. وأضاف المهندس محمود طاهر أن لائحة النظام الأساسي تمت صياغتها وإعدادها من أجل النادي وأبنائه، ولا يمكن أن يتم إقصاء أحد من أبناء النادي الأهلي عن عمد أو قصد لأي أغراض أو حسابات أخرى. أيضا المهندس محمود طاهر أوضح بشكل كبير جدا أن قانونية أن النادي الأهلي يتم عقد جمعيته العمومية على يومين منفصلين في فرع مدينة نصر وفرع الجزيرة هو وضع قانوني 100% ولا يجب التشكيك فيه، وتم استشارة كل الخبراء في هذا الأمر. أيضا في هناك شيء مهم جدا، أن النادي الأهلي في وضع لائحته حرص على إقرار بند الجنسية المصرية كشرط أساسي، وأيضا بند المؤهل الدراسي وبند أداء الخدمة العسكرية، إلى جانب قصر عدد أعضاء المجلس من على 9 أعضاء بدلا من 12 عضو. هنا في حاجة مهمة جدا، حاجة الأولانية أن لا يمكن أن يكون رئيس أكبر مؤسسة وطنية رياضية في النادي في مصر وهو النادي الأهلي أن يكون صاحب جنسية أخرى غير الجنسية المصرية. الشيء الآخر أن النادي الأهلي في عام 2017 وداخل على 2018 وهذا التطور الكبير اللي حصل في المجتمع في كل الأطياف وكل الأطراف يجب أن يكون رئيسه حاصل على مؤهل عالي في الدراسة. الجانب الآخر وهو شرف أداء الخدمة العسكرية يجب أن يكون قد تم. والناحية الثانية اللي هنشرح فيها بعض الشيء، 9 أعضاء بدل 12. للأسف الوضع العام أو المناخ العام في كل شيء في مصر بناخد بالكم وليس الكيف، ولكن في كل مكان ناجح في أوروبا أو في مصر مش شرط أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عدد كبير، المهم هيعملوا إيه، أهم ما يكون العدد كبير هم الكيف وليس الكم، وهو ده اللي أوضحه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه الندوة. وأوضح أن هناك وجود 10 قضاء للإشراف على الجمعية العمومية، وأن لائحة النظام الأساسي للنادي مطابقة تماما للقانون بعد أن قام بإعدادها مجموعة من القامات القانونية، موضحا أن اللجنة التي وضعت اللائحة حرصت على مطابقتها تماما للقانون. لافتت أن النادي الأهلي كان لديه لائحته الخاصة منذ عام 1908 قبل تكوين اللجنة الأولمبية من الأصل أو وزارة الرياضة بسنوات طويلة. وأكد أن أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد يحق لهم قانونيا حضور الجمعية العمومية المقبلة بمقر النادي بالجزيرة ومدينة نصر في يومي 25 و26 أغسطس الجاري. وشدد الرئيس النادي على أن الأحكام القانونية الصادرة بشأن أحقية أعضاء النادي فرع الشيخ زايد تمنحهم الأحقية التامة في الانضمام إلى الجمعية العمومية للنادي وتعطيهم أحقية التصويت على لائحة النظام الأساسي. دي كانت أبرز البنود اللي كانت موجودة في ندوة المهندس محمود طاهر اللي عقدها اليوم في مقر الشيخ زايد في 6 أكتوبر. وحضراتكم شايفين في الصور ان كان في حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، لأن الكل يريد أن يفهم ماذا تنص عليه اللائحة، على الرغم من أن النادي الأهلي أوضح مرارا وتكرارا، ولكن يجب أن يكون الكل شيء على مرأة ومسمع الجميع. وإذا كان أحد لديه أي استفسار بيرد عليه رئيس النادي الأهلي بنفسه.
نروح للنادي الاهلي كرويا واستاد السلام رسميا بيستضيف مباريات النادي الاهلي بعد اجراء قرعه الدوري. النهارده اعلن اتحاد الكره النادي الاهلي كان تقدم بطلب ان في استادين هم اللي يستضيفوا مباريات النادي الاهلي خلال الموسم المقبل، وهو استاد السلام واستاد القاهره. رد اتحاد الكره بان استاد السلام هو الاقرب لان في صعوبه في اقامه المباريات على استاد القاهره امنيا، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين ليه، على الرغم من ان الامن عنده كل القدرات التامه على ان ينظم المباريات على ملعب استاد القاهره، ملعب النادي الاهلي منذ انشاء استاد القاهره الدولي وهو ملعب النادي الاهلي، ولكن حتى الان اتحاد الكره بيقول ان ملعب السلام هو الاقرب. النادي الاهلي عموما كان في الموسم الماضي لعب على ملعب السلام وهو من احد افضل الملاعب اللي موجوده في مصر. واضاف السيد عامر حسين ان الزمالك بيخوض مبارياته على ملعب بتروسبور والاهلي في السلام بعد موافقه الجهات الامنيه. ان شاء الله يكون موسم مثمر للنادي الاهلي ويضيف لبطوله الدوري رقم 40 في تاريخه، خاصه النادي الاهلي يعني بيفرق معاه ان يكون الملعب له مساحات معينه، مساحات في المساحات الدوليه القانونيه. الفرق اللي بتلعب كوره هجوميه دي حاجه بقولها لحضراتكم بتحب الملعب يكون واسع، يكون فيه 5 6 متر كده زياده بيفرقوا معاه في التحركات وفي بناء الهجمات، لان الفرق اللي بتدافع بترسلك المدافعين في امام مرماها، ولما الملعب بيبقى ضيق بيبقى الموضوع فيه بعض الصعوبات على الفرق اللي بتهاجم. في ناس تقول لك الفرق الكبيره ما يفرقش معاها الملعب، ده صحيح، ولكن كل الانديه الكبيره في العالم لو جينا قسنا ملعب سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد هتلاقي على الاقل طوله 105 متر وعرضه مش اقل من 55 متر، ده عشان الوسع اللي موجود في الملعب، بحيث ان الفرق اللي بتيجي تلعب امامك بطرق دفاعيه انت بتقدر تفتح معاها في ال 5 متر 6 متر الزياده دول وتقدر تشكل خطورتك الهجوميه. وده كل الفرق العالميه على مستوى العالم، لو بصيتوا على مانشستر يونايتد، لو بصيتوا على برشلونه، لو بصيتوا على ريال مدريد، لو بصيتوا على بايرن ميونخ، بصوا كده المساحات بتاع الملعب بتاعته هتلاقيها دايما هي المساحات اكبر مساحه قانونيه تسمح بها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. منتخب المحليين، منتخب مصر المحليين بيواجه منتخب المغرب يوم الجمعه. الكابتن حماده الصدقي مدرب او المدير الفني لمنتخب مصر المحليين بيدخل معسكر في 9 مساء الجمعه، منتخب مصر هو في المعسكر الان وبيستعد للقاء المغرب في 9 مساء الجمعه. اختبار صعب عندما يواجه منتخب المغرب على ملعب مولاي عبد الله في اياب تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2018 بكينيا. لا بديل للفراعنه سوى تحقيق التعادل باكثر من هدف او تحقيق الفوز للتاهل المباشر لامم افريقيا للمحليين بعد التعادل الايجابي في مباراه الذهاب اللي اقيمت 13 اغسطس وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. بعثه منتخب مصر للمحليين برئاسه كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكره، ومعه طبعا كابتن حماده صدقي مدير فني الفريق، هشام عبد المنعم مدرب عام، وتامر حسن مدرب مساعد، وخالد مصطفى مدرب للحراس، وشعبان مصطاوي منسق المنتخبات، واعضاء الجهاز الاداري والطبي، وال 23 لاعب هم محمد عواد، عماد السيد، محمد جمال، حسين الشحات، محمود عزت، ايمن اشرف، واحمد عبد العزيز مودي، احمد داوود، واحمد دليل منجا، محمد فتحي، ابراهيم حسن، احمد الشيخ، حسام حسن، طارق ابو العز، محمود غالي، محمود متولي، وجيه عبد الحكيم، وصلاح محسن، عمرو بركات، محمد حمدي، محمد متولي كناريا، وفريد شوقي، واحمد جمعه. حماده صدر المدير الفني للمحليين استقر على الدفع بعض العناصر الاساسيه اللي لعب بيها المباراه الاولى امام المغرب، على راسهم محمد عواد كحارس الاسماعيلي اللي تالق ونجح في التصدي لضربه جزاء، واكثر من هدف، مؤكدا ان الاعتماد على لاعبي الاهلي ايمن اشرف وعمرو بركات واحمد الشيخ وابراهيم حسن وايضا احمد داوود ده اللعيبه الاخرى من معهم ثلاثي المصري احمد جمعه ومحمد حمدي وفريد شوقي ظهروا في مستوى جيد جدا في كاس مصر، وايضا ممكن الدفع محمد فتحي في خط الوسط، محمود عزت وحسين الشحات، دول ابرز ملامح التشكيل اللي ممكن يعتمد عليه منتخب مصر للمحليين. خلينا نقول ان المباراه ليست مستحيله، المهمه ليست مستحيله، منتخب المغربي منتخب قوي ولكن مش مستحيل. فرقه منتخب مصر المحليين كان فيها بعض من المشاكل وبعض من التخبطات الاداريه، وده مش ذنب بصراحه كابتن حماده صدقي ورا اللاعبين، ولكن في كان بعض التخبطات الاداريه ادت برحيل كابتن هاني رمزي
والقدوم بكابتن حماده صدقي اللي خد المهمه الى حد ما متاخر. تعادل امام المغرب 1-1 ليست نهايه العالم، ولاعيبه المنتخب المحليين يجب ان يكون عندهم طموح الصعود لكاس الامم الافريقيه للمحليين، حتى واذا كانت ان الهدف الاصلي والرئيسي من منتخب المحليين هو يكون دعامه قويه للمنتخب الاول اللي على اعتاب مشاركه مهمه جدا امام اوغندا يوم 31 اغسطس المقبل في اطار تصفيات كاس العالم. اللعيب اللي بيخش منتخب المحليين هم اللعيبه الابرز في الدوري المحلي، لم يتم انتقائهم في الفريق الاول ويحتاجوا الى خبرات دوليه، لان في بعض اللعيبه بيكون مستواه الفني على اعلى مستوى، ولكن في العامل النفسي في حته الخبرات وحته ان هو يلعب تحت ضغط، يلعب في الخارج خارج مصر، دي بتكون علامه فارقه مع اللعيب وبتفرق كتير جدا في الجانب النفسي والجانب المعنوي، وهو ده اللي بيحتاجه المدير الفني اللي هي منتخب مصر هيكتور كوبر. هو عايز لعيب جاهز، عشان كده لو القينا الضوء على اللعيبه هتلاقي ابرز لعيبه منتخب مصر الاول كلهم من اللعيبه المحترفين، ما شاء الله عندنا قائمه كبيره جدا دلوقتي محترفه في انجلترا، بالاضافه الى لاعبي الاهلي وبعض اللعيبه من الزمالك. ده القوام الرئيسي لمنتخب مصر، وده اللعيب الجاهز اللي متعود يلعب على في اللقاءات الدوليه، متعود يلعب تحت ضغط الجمهور سواء جمهور منافس او جمهور اللي بيأذره في المحطات الصعبه، ودي ابرز ملامح اللعيب الدولي اللي منتخب المحليين هو ابرز اعداد ان يطلع لك لعيب دولي قادر على تمثيل المنتخبات في المراحل المقبله. معانا خبر حزين لهكتور كوبر ومنتخب مصر، إصابة أحمد حسن كوكا في لقاء سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي اليوم. أحمد النجم المصري أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، خلال فوز فريقه على فريق أيسلندا اسمه هانفار فيوردر، كان ما بيني وما بين احد الناس في الاعداد كده رهان صغير هعرف انطقه ولا لا، ولكن هو اسمه هاني فيار فيوردر، ده اسم فريق ايسلندا بطل ايسلندا اللي كان بيلعب سبورتنج براجا في الدوري الاوروبي. سبورتنج براجا نجح في التفوق بهدفين مقابل هدف، وللاسف اضطر كوكا لمغادره ملعب المباراه في الدقيقه 60 بعد تعرضه لكدمه قويه في وجهه خلال كره مشتركه مع احد لاعبي الفريق المنافس. ثنائيه براجا كان احرزها باولينيو ونيكولا ستيوجاليكوفيتش في الدقيقه 62 و79، بينما سجل هدف الفريق الايسلندي هالدور اوري في الدقيقه 40 من زمن المباراه، ومباراه الاياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل ان شاء الله على ملعب براجا. استعرض مع حضراتكم ابرز النتائج اللي حدثت اليوم في الدوري الاوروبي، وابرزها هو عوده الميلان، الميلان وحش اوروبا السابق، الميلان المارد الايطالي الاكثر فوزا في البطولات الاوروبيه، يعود مره اخرى الى الاجواء الاوروبيه عبر دوري الاوروبي بسداسيه، سداسيه كانت مهمه جدا على فريق سكينسكا المقدوني بسته اهداف مقابل لا شيء. النجم الجديد اندري سيلفا مهاجم البرتغالي كان احرز اول اهداف الميلان في الدقيقه 13، ريكاردو مونتيليفو احرز في الدقيقه 25. اندري سيلفا يعود مره ثانيه ويبين لك ان الميلان الى حد ما استقطب اللاعب بمواصفات اندري شيفتشينكو المهاجم الاوكراني الكبير جدا 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 في صفوف نادي الميلان سابقا، يحرز الهدف الثالث في الدقيقه 28. فابيو بوريني يحرز ايضا صفقه جديده الى الميلان، يحرز الهدف الرابع في الدقيقه 67 68. لوكا انتونيلي الصاعد الواعد في صفوف الميلان بيحرز الهدف الخامس، ثم يختتم المخضرم ريكاردو مونتيليفو في الدقيقه 85 سداسيه الميلان. الميلان يعطي انذار اوروبيا بعد الصفقات الجديده اللي دعمتها اداره الميلان، وليوناردو بانوتشي على راسهم نجم نادي اليوفي ومدافع المنتخب الايطالي كان قائد وكابتن للفريق، اعتقد ان ده بالعند في اليوفي. بقيت الا نتائج نادي ايفرتون الانجليزي تغلب على هايجيت سبليت الكرواتي بهدفين مقابل لا شيء، دومازيل السلوفيني تعادل مع اولمبيك مارسيليا بهدف مقابل هدف، كلوب بروج البلجيكي تعادل مع ايك اثنز طبعا اليوناني بتعادل سلبي بدون اهداف، اياكس امستردام يسقط امام روزنبرج الدنماركي بهدف مقابل لا شيء على ملعب الامستردام ارينا، ودي نتيجه تديك الى حد ما في مشكله
تحدث في أياكس أمستردام. أياكس أمستردام من أكبر الفرق الهولندية، ذهب إلى الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، ولكن يبدو أن هناك مشاكل في نادي أياكس أمستردام، أحد أكبر وأعظم الفرق الأوروبية، وهو المارد الأكبر في صفوف الكرة الهولندية. باناثينايكوس يسقط أمام أتليتيك بلباو، باناثينايكوس اليوناني، أتليتيك بلباو الأسباني، 3 أهداف مقابل 2 في واحدة من أفضل لقاءات الجولة. ودائما الكرة الإسبانية بتلاقي معاها المتعة وتلاقي معاها أرقام كبيرة. أيضا كان معنا أبولون ليماسول القبرصي أمام نادي ميتلاند الدنماركي، بيفوز أبولون ليماسول 3 أهداف مقابل 2. دي كانت أبرز نتائج الدوري الأوروبي اللي اتلعب اليوم، ولقاءات الإياب كما قلت لحضراتكم هتقام يوم الخميس المقبل بإذن الله. ومن الدوري الأوروبي إلى الدوري السعودي، ومحمد عبد الشافي بيشارك في فوز الأهلي السعودي على الفتح. الصراحة الدوري السعودي ابتدى يبقى بوابة للعيبة المصريين مرة أخرى بكثرة، عندنا نجوم كبيرة جدا ذهبوا إلى الدوري السعودي، على رأسهم عندك حسام غالي ذهب إلى النصر السعودي، أيضا وجود مصطفى فتحي، عصام الحضري، وأصلا محمد عبد الشافي من النجوم الكبار في الدوري السعودي، إضافة إلى طبعا اللاعب كهربا نجم نادي اتحاد جدة. إضافة اللعيبة المصريين إدت إضافة كبيرة، إدت نوع من الطعم الجيد للدوري السعودي اللي هو من أقوى الدوريات على المستوى العربي. فريق الأهلي اللي بيلعب صفوفه محمد عبد الشافي احرز فوز كبير على ضيفه الفتح برباعيه نظيفه في اللقاء اللي جمع الفريقين مساء امس الخميس على ملعب الجوهره ضمن منافسات الجوله الثانيه من دوري عبد اللطيف جميل السعودي. شارك عبد الشافي اساسيا من في المباراه من البدايه للمره الاولى، وذلك بعد غيابه عن المواجهه الاولى امام الاتفاق اللي جلس فيها على مقاعد البدلاء. الرباعية الأهلي سجلها نجم السوري عمر السومة وعبد الله الدوسري بالخطأ في مرمى، وفيفتا من ركل الجزاء وعبد الله مجرشي في الدقائق 28 و37 و42 و69 من ضمن اللقاء. ونتمنى طبعا التوفيق لعبد الشافي من النجوم الكبار وواحد من أبرز لاعبي الجانب الأيسر في المنتخب المصري، اللي زي ما قلت لحضراتكم بيستعد للقاء أوغندا، وهيكتور كوبر وكل الجماهير المصرية تأمل ان تكون جاهزيه كل الفرق او كل اللعيبه المصريين المحترفين تكون مستعده للقاء اوغندا باذن الله. من الدوري السعودي هنطلع لبرشلونه، ولكن هذه المره لن نتحدث عن الكلاسيكو، ولكن نتحدث عن حادث اليم. حادث اليم حدث اليوم الخميس في امس الخميس في برشلونه في اسبانيا، وحادث الدهس ومواضيع الدهس التي لا تنتهي في أوروبا. أحد الموتورين كان ركب عربية لها ماركة خاصة، هي عربية فورد، وفي أحد أهم الشوارع السياحية في مدينة برشلونة وبإقليم كاتالونيا، مشي بشكل سريع جدا ودهس أغلب اللي موجودين. 13 قتيل حدث في هذه الواقعة الأليمة، وأكثر من 100 مصاب في هذه يعني مش عارف اقول كارثه، لان الصراحه واحد لما بيسمع عن هذه الكوارث بيبتدي يعني للاسف بيكون متالم بشكل كبير جدا، وبالتاكيد داعش اعلنت عن مسؤوليتها عن الحادث. الحوادث دي حصلت قبل كده في فرنسا، حصلت في المانيا، حصلت في امريكا، والاعلام الاجنبي مهتم بيها بشكل كبير، ولكن برضه هربط حضراتكم الحمد لله، يعني لو الله لا يقدر كانت يعني هذه المشكله حدثت في مصر، كنت هتلاقي الاعلام بدل ما هو مساند ومتعاطف مع دوله اسبانيا هتلاقيه دايما بيشجب وبينتقد الدوله المصريه، وهو ده الفارق. ولكن الحمد لله ان الموضوع حتى الان في مصر لا يحدث بشكل كبير، ونتمنى الامن والامان بالنسبه لدولتنا المصريه. البرازيلي نيمار عمل تويتر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال ان هو بيتضامن مع ضحايا برشلونه، ايضا بالتاكيد كل نجوم فريق برشلونه اللي لسه طالعين من الام الكلاسيكو، يعني تفاجئوا بالام ما حدث في برشلونه والحادث الاليم المؤسف اللي حدث في مدينه برشلونه، اللي في هذا الوقت في العام من اكثر المدن استقطابا للسياح في العالم، لان برشلونه هي مدينه سياحيه بالمقام الاول، الدخل الرئيسي بتاعها هو بياتي من السياحه،
السياحة الخارجية على الشواطئ وأيضا لملعب الكامب ناو لبرشلونة. كل الشوارع اللي لها طابع خاص في برشلونة عكس أي مكان تاني في إسبانيا دائما بتكون أكثر استقطابا للسياح. مرة تانية بننعي إحنا هذا الحادث الأليم ويعني نقول يا رب كده يسر في الأيام القادمة على كل الأنحاء. ده كان آخر خبر معنا النهاردة مشاهدينا، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.